ونسأل يقول نعلم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجوب طاعة العلماء على قول من قال وقول ولكن هل على قول من قال ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ ولكن هل يجب إيش؟ هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ الطلب، هل يجب على طالب العلم بطاعة العالم؟ كمان الأمر يحتاج إلى إيضاح أكثر. يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم؟ العالم أمر دنيوي يقول هو أمر دنيوي لكن يتعلق بالعالم. أنت سائل؟ طيب تفضل. يعني نضرب مثال، مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا، يعني إذا أشتري لي زر بقدونس مثلا وأستطيع ذلك ومعي وقت، يعني فيما يظهر لنا أنه ظهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك، فهل هذا الفهم سيء أو خطأ؟ هذا مش بس خطأ، سيء. لأنه إطاعة أخي الوارد في الآية فيما تعلق بالأمور الدينية، وإلا الله يرضى عن مشايخ الطرق. شاب الجواب عينه ما شاء الله. يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة. مويك مويك. يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريدين. يعني إيش من بطلوا منه ويسلمون تسليما. أما لو أنهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم. هذا لا يجوز. نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتثل، هذا إذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن نمتثل أيضا. لا خطأ، هذا شرك في اللفظ. أنت الآن أشركت في اللفظ. نعم. إذا كنت نبهت لما قلت فيكفيك ذلك عن الإعادة. يا أستاذنا، لا ليس معروفا عندنا أن الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف شرعا ولا عادة دنيا شرعا؟ فأنت لا ما تبحث في نواهي شرعية. طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام، ما حكمها؟ أمر مرغوفي بلا شك، حب العلم مرغوفي بس، يعني أنا تصل إلى مرحلة الوجوب ولا بأي حال؟ نعم. يلا.